الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية، نحن جمعية خيرية في الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف دعم القطاع الصحي في فلسطين، هذا يشمل القطاع التعليمي. ممكن شغلات المساندة لأنه يقدر يعمل هدايا أو يعمل حشرات في كذا بعض التصاميم. المنحة تشمل حالياً فقط طلاب الطب المحتاجين المتفوقين، نأمل مستقبلاً تشمل عدة مجالات أخرى. كلية الطب والجامعة الإسلامية أول مرة بزور الجامعة والكلية، صدقاً سعيد وانبهرت بالمستوى التنظيمي والإداري والتعليمي. الجامعة تكبر يوم بعد يعني سنة بعد سنة.